أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة نستهلها بالعناوين. في ذكرى 7 أكتوبر جيش الاحتلال يواصل الهجمات الدامية ويوسع رقعة التوغل. مسيرات الاحتلال تحلق فوق رؤوس اللبنانيين في مطار بيروت. تاجر الموت الروسي يعود إلى عالم الأسلحة بصفقة مع الحوثيين. بداية جولتنا من القدس العربي التي تناولت استمرار الهجمات الدامية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة بعد مرور عام على ذكرى 7 أكتوبر. تقول الصحيفة إن قوات الاحتلال واصلت عمليات ترحيل السكان من عدة أحياء سكنية وسط القطاع على وقع ارتكابها مجازر دامية سقط فيها 10 ضحايا. في الشمال وسعت هجومها البري العنيف على مخيم جبالية، ودخلت القوات المتوغلة لمناطق جديدة بخلاف المناطق الشرقية للمنطقة التي دخلتها في اليوم الأول للهجوم. وفي وسط القطاع قصفت طائرات الاحتلال منازل غرب مخيم النصيرات. أما في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة قصفت قوات الاحتلال حي الفراحين ومنطقة العمور التي بدأت قبل أيام تنفيذ عمليات تجريف وتمشيط فيها، كما تعرضت بلدات القرارة وبني سهيلة وعبسان لعمليات قصف مدفعي عنيف. ومنذ 7 أكتوبر العام الماضي وحتى الآن قالت وزارة الصحة في غزة إن حصيلة العدوان الإسرائيلي بلغت 41,909 شهداء و 97,303 إصابات. يعيش نحو 2 مليون فلسطيني في غزة حياة الترحال المتكرر والنزوح القسري والقاسي جدا منذ أن بدأت الحرب الإسرائيلية. اليوم يواجهون ظروفا إنسانية ومعيشية معقدة جدا ترتبط بواقع معاناتهم من النقص الشديد في مختلف مقومات الحياة. ومنذ اليوم الأول لرحلتهم القاسية في مواجهة العدوان اضطر النازحون إلى اللجوء إلى مدارس ومراكز إيواء باتت مكتظة. يواجه النازحون في مختلف مراكز الإيواء مجموعة تحديات، بدءا باستهداف المناطق التي يزعم الاحتلال أنها آمنة، إضافة للنقص الشديد في المياه والغذاء والدواء. ولا تتوقف معاناة النازحين من المشاكل التي تتفاقم يوما بعد يوم جراء طول أمد العدوان الذي دخل عامه الثاني في وقت تضاءلت فيه قدرتهم الاقتصادية وإمكانياتهم وإمكانات صمودهم بشكل كبير. يقول زيد الكيلاني، هو نازح مع أسرته، يقول لي العربي الجديد إن قساوة النزوح تترافق مع صعوبة الواقع المعاش والنقص الشديد في كل شيء. في مرور عام على 7 أكتوبر تشرين الأول كان عنوان المقال الافتتاحي في الفينانشال تايمز عام من الحرب في الشرق الأوسط، يشمل ذلك 7 من الشهر في غزة والـ8 منه في لبنان والصواريخ البالستية في التكنولوجيا الحديثة. تحت عنوان الذكرى التالية كتب سمير عطلة مقالا في صحيفة الشرق الأوسط، نطالع أجزاء منه. سقط في 7 أكتوبر 1,200 إسرائيلي، وهو أكبر عدد من القتلى اليهود في يوم واحد منذ الهولوكوست، لكن الرد عليه أشعل المنطقة برمتها. حتى الآن أكثر من 43,000 ضحية في غزة، ومئات الآلاف من المشردين، ومليون مشرد في لبنان، وألف قتيل خلال أيام، وبؤس وعذاب ومجاعات على مدى المنطقة ولا أفق. قبل يوم واحد تذكرت مصر 6 أكتوبر 1973، واحتفل به الكثيرون، واعتبره البعض رد اعتبار لمصر بعد 1967، لكن لا 6 أكتوبر ولا 1967 كان في دموية ورعب وهول وفظاعات أكتوبر غزة ولبنان. حرباء 1967 وأكتوبر 73 جرتا في البحار والصحراء،
أما أكتوبر الممتد والممتد منذ عام فهو حرب على الناس والأطفال والمدن والملاجئ والمدارس والبيوت والسيارات والتجويع والإذلال والاغتيالات وبتر الأطراف واقتلاع العيون. في الأيام الأولى من حرب غزة حذر جو بايدن المسؤولين في إسرائيل من تكرار الخطأ الذي وقعت فيه الإدارة الأمريكية بعد 11 من سبتمبر أيلول 2001 عندما قامت بغزو أفغانستان والعراق، غير أنه ما لبث أن زودها الأسلحة التي تساعدها على تدمير غزة ولبنان وهتك الضفة الغربية. كيفما تلفت المرء يرى مسؤولية ما للرئيس الأمريكي الذي أضعفه وضعه السياسي وحالته الصحية. استغل نتنياهو ضعف بايدن وشراسة ترامب وأقحم الانتخابات في معركته، واستطاع أن يشل أي خطوة يمكن لبايدن اتخاذها وهو يودع أيام البيت الأبيض وسنوات العمل السياسي. ليس مهماً كثيراً عام من الحرب مقدار ما هو مهم كيف سيكون عالمنا في 7 أكتوبر التالي، أي غزة وأي لبنان وأي شرق أوسط سوف يكون، وماذا سيبقى من هذا الشرق ما بين الرد والرد على الرد، وما بينهما شعوب بلا سقف وانهيار بلا قعر. بعد أيام من بدء إسرائيل هجومها العسكري على قطاع غزة، التقطت وكالة رويترز صورة لإيناس أبو معمر وهي تبكي وتحتضن جثة ابنة أخيها سالي التي كانت تبلغ من العمر 5 سنوات آنذاك. أصبحت هذه الصورة أصبحت اليوم واحدة من أكثر الصور التي تجسد معاناة الفلسطينيين خلال القصف الإسرائيلي المستمر على غزة منذ عام. قتلت سالي مع والدتها وشقيقتها الرضيعة وجديها وعددا من أقاربها، ومنذ ذلك الحين فقدت إيناس شقيقتها أيضا التي قتلت مع أطفالها الأربعة في غارة جوية شمالي غزة. تقول إيناس التي عادت إلى منزلها الذي دمرت أجزاء منه في خان يونس بعد رحلات النزوح، تقول إيناس: لقد فقدنا الأمل في كل شيء. وتتابع: قبر سالي يوجد أسفل تلك الأنقاض وحتى هو أيضا لم يسلم من القصف. أين ستنتهي حرب إسرائيل متعددة الجبهات؟ قد لا يكون هناك يوم تال أفضل، كتبت الأكاديمية الأمريكية والخبيرة في العلوم السياسية داليا داساكاي مقالا في فورين أفيرز وترجمه على الدين أبو زينة للغد الأردنية. نطالع هذا المقال. بعد عام من الحرب ثمة احتمال حقيقي لعدم وجود يوم تال أفضل في غزة أو في بقية المنطقة، والحديث في واشنطن عن الاستفادة من وفاة نصر الله وضعف إيران في إعادة تشكيل الشرق الأوسط يعود إلى المعتقدات المضللة نفسها التي كانت الدافع وراء الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003 الذي خلف آثاراً كارثية. إن استمرار الصراع العسكري يضر بالمنطقة ويضر بالمصالح الأمريكية، ومن دون تغيير في الحكومة الإسرائيلية الحالية يمكن أن تتحرك إسرائيل وجيرانها نحو يوم مختلف تماماً بعد ذلك. إعادة الاحتلال الإسرائيلي لغزة وربما حتى لجنوب لبنان، فضلاً عن تعزيز السيطرة على الضفة الغربية إن لم يكن ضمها، وليست هذه وصفة للنصر وإنما للحرب الدائمة. كانت المخاطر من أن حرب غزة يمكن أن تشعل صراعاً إقليمياً أوسع، بما في ذلك مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران واضحة منذ البداية. تشبث الكثيرون بوهم أن الصراع على الجبهة الشمالية يمكن احتواؤه لأنه لا يوجد طرف يريد حرباً واسعة النطاق. مع ذلك كان خطر اندلاع حرب واسعة النطاق ماثلاً دائماً بإحدى طريقتين: احتمال حدوث سوء التقدير أن يؤدي هجوم يشنه أحد الطرفين إلى إيقاع خسائر غير متوقعة ويجبر الطرف الآخر على الانخراط في حرب غير مرغوب فيها. كان المسار المحتمل الآخر نحو اندلاع حرب واسعة النطاق هو حدوث تغيير في الحسابات الاستراتيجية، أن ترى إحدى القوى المعنية قيمة في خوض حرب أكبر من تجنبها. وكانت هذه العقلية التي دفعت إسرائيل إلى تصعيد هجومها على حزب الله في لبنان.
تتزايد عدد شركات الطيران التي توقف رحلاتها من وإلى بيروت بسبب القصف الإسرائيلي والرقابة الجوية التي تفرضها أو يفرضها الطيران الإسرائيلي على منطقة مطار بيروت الدولي. بحسب إذاعة مونت كارلو الدولية، تقول نادين التي تنحدر من طرابلس في الشمال: أنا مقيمة في السويد وجئت لمدة 5 أيام وتحولت الظروف وضاعت رحلتي على شركة بيكاسوس. وتتابع أن شركات الطيران تستغل الظروف وتطلب 1500 إلى 2000 يورو. ومثل نادين يعود يوسف أيضا إلى أوروبا وهو من جنوب لبنان، ويقول: من يدعي أننا لم نعش في خوف ورعب هو كاذب. فوق منطقة المطار تحلق الطائرات الإسرائيلية بدون طيار بلا انقطاع بهدف ردع أي طائرة تعتبر مشبوهة من الهبوط في مطار بيروت. يبدو أن إيران أخذت تتخلى عن أدرعها الميليشياوية الطائفية مقابل تصفير مواجهتها مع إسرائيل. عن ذلك وتحت عنوان: هل تصبح اليمن درة النظام الإيراني القادمة؟ كتب ياسين سعيد نعمان مقالا في صفحته في فيسبوك، وجاء في أجزاء من هذا المقال: المقاربة الأمريكية التي يجري بحثها في الغرف المغلقة تقوم على مرحلتين. الأولى أن تلتزم إيران الحياد إزاء ما يحدث في لبنان، وأن تترك إسرائيل تصفي حسابها مع حزب الله تحت عنوان ضمان عودة المستوطنين إلى شمال إسرائيل وتطبيق القرار الأممي 1701 القاضي بانسحاب قوات حزب الله من الجنوب والتوقف عن الهجوم على إسرائيل. وهذا ما التزمت به إيران حتى الآن، أي أن ضرب القوة العسكرية لحزب الله يعني فيما يعنيه تخلي إيران عن سياستها القاضية بجعل حزب الله قوة ردع لحماية أمنها، وهو ما سينعكس على بقية أذرعها الأخرى في اليمن والعراق، خاصة بعد أن أثبتت الوقائع فشل هذه السياسة التي انطلقت من مفهوم مغالط للمقاومة. الثانية إعادة هيكلة هذه الميليشيات بحيث ينتهي معها أي خطر يهدد أمن إسرائيل أو الأمن الإقليمي أو الدولي، وتصبح بموجب ذلك ميليشيات عادية وربما بتسليح بسيط تنخرط معه في الحياة السياسية إذا أرادت، ولا يهم. بعد انتهاء خطرها الخارجي، ما الذي ستسفر عنه عملية الهيكلة تلك من نتائج على الوضع الداخلي الذي يصبح شأناً خاصاً بكل دولة على حدة؟ وترى إيران أن استثمارها الكبير في حزب الله لا يجب أن يذهب أدراج الرياح، وأن أي تنازل في هذه الجبهة لابد أن يعوض في جبهة أخرى، وهي ترشح اليمن لأسباب كثيرة، منها أن الحوثي يسيطر على جزء من البلاد سيطرة كاملة ويعتبره العالم طرفاً في نزاع داخلي على السلطة، وليس مجرد ميليشيا تلعب دور الدولة داخل الدولة. إنما يشغل العالم بالنسبة للحوثي هو الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب، وهذه مسألة طارئة ويمكن حلها بضوابط توفر له شروطاً للتمسك بوضعه في معادلة الحل الداخلي دون تنازلات كبيرة. تاجر الموت الروسي يعود إلى عالم الأسلحة ويمهد لصفقة مع الحوثيين. في التفاصيل، وبحسب وول ستريت جورنال، عاد تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت إلى نشاطه بعد عامين من خروجه من السجن أو من السجون الأمريكية. يعمل حاليا على إتمام صفقة أسلحة إلى اليمن. ذكرت الصحيفة أن بوت يحاول التوسط في صفقة أسلحة خفيفة إلى الحوثيين. وفق مسؤول أمني أوروبي وأشخاص آخرين مطلعين، واجه بوت وفدا من الحوثيين حينما زار موسكو في أغسطس التفاوض على شراء أسلحة أوتوماتيكية بقيمة 10 ملايين دولار. ولم تتم عملية تسليم الأسلحة إلى الحوثي بعد، وجاءت أيضا بعد إعلان إدارة جو بايدن مخاوفها من بيع صواريخ روسية مضادة للسفن
أو الطائرات للحوثيين. بدوره وصف الكرملين في تعليق على التقرير بأنه يبدو مزيفا، ويتهم بوت بأنه استغل الفوضى المنتشرة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991 ليشتري كمية من الأسلحة بأسعار متدنية من قواعد عسكرية غابت عنها السيطرة، قبل أن يقوم بتشكيل أسطوله الخاص من طائرات الشحن لتسليم حمولاته عبر العالم. عن افتتاح مجمع بلقيس التعليمي في تعز، كتب صقر الصنيدي مقالا في حسابه على فيسبوك. نتابع. في البداية ظلوا مختبئين خلف زملائهم، ظن الطلاب الذين حددت أسماؤهم أن هناك من يبحث عنهم لإخراجهم من فصولهم الدراسية، لكن مجموعة من المتطوعين الذين توزعوا في مدارس تعز لديهم خبر سيغير واقع التلاميذ الذين ساورهم الخوف. كانت المجموعة تحمل نبأ إكمال مدرسة خاصة بالصم والبكم، وهم ذاتهم من كانوا يخشون أسماءهم. كانت أزمة هذه الفئة عدم مراعاتهم من قبل من هم حولهم عقب تدمير مدرستهم الوحيدة عند أطراف المدينة. الكثير منهم ترك الدراسة ولزم البيت بعد أيام من نشوب الحرب. حينها قالت معلمتهم رقية هاشم لقد كان لهم مدرسة خاصة بهم وكانوا يتعلمون فيها كل ما يحتاجون إليه. المعلمة نفسها كانت قد تشردت كما حدث لطلابها، وبدأت بجمعهم في فصول غير مناسبة لهم. وفي نفس الفترة الزمنية استعادت رقية أسرتها التي فرقتها الحرب. قبل عام أصبح لهم مدرسة يذهبون إليها، وتحول اسم جبل في تعز من اسمه القديم إلى مجمع بلقيس التعليمي. وحتى لا يشعر من فقدوا القدرة على السمع والحديث أنهم يقصدون جهة دون سواهم، فقد رأت مؤسسة توكل كرمان وهي من تولت تنفيذ ذلك تشييد مجمع متكامل لهم وأقرانهم من الناطقين، يحوي 30 فصلا دراسيا ومكتبتين ومعامل مزودة بأحدث التجهيزات. واليوم تم الافتتاح بشكل متكامل، وبين الجموع المحتفلة ظهر أولئك الطلاب الذين جمعوا من مختلف مدارس تعز. كانت أكفهم تلامس بعضها لتصدر صوت الفرحة، ولم يعد هناك داع للاختباء خلف الرفاق. مجمع يحمل ذات الاسم مجمع بلقيس، وهو موازن لمدرسة أقيمت في مأرب ولمدارس أقيمت في شبوة وأبين وغيرها من المدن، وفي الغالب الأهالي هم من اختاروا التسمية وأصروا عليها. مدارس شيدت خلال السنوات الماضية وتعلم فيها الآلاف من الطلاب، ومدارس في طريقها إلى عدد من المناطق جميعها تشكل معا خارطة للتعليم الذي سيبقى عاليا مهما طالت الحرب وأمدها. بين فقدان الأب أو الزوج أو الطفل، تتحمل نساء في غزة النصيب الأكبر من أهوال حرب جيش الاحتلال. وكالة الأناضول نشرت مجموعة من الصور حول معاناة بعض النساء، نشاهدها معا. أيضا مشاهدينا هناك مجموعة من رسوم الكاريكاتير لهذا اليوم، نتابعها.
إذا مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من كشك الصحافة. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل صلاح حسن، وهي من جميع أفراد الطاقم. في أمان الله.